وطبعا موسيماني قال في المؤتمر الصحفي بعد مباراه الضحيه لو حضراتكم فاكرين انه هيلعب للاستمتاع بمباراه بايرن ميونخ. وعلى فكره الفتره كام يوم اللي فاتوا في شويه ناس ايه اولوا يعني الجمله دي تحديدا وكانها يعني ايه جهزوا نفسكم للهزيمه وده يعني مش حاصل باي حال من الاحوال. يمكن ده اللي خلاه بعد كده في المؤتمر الصحفي الخاص بامبارح تحديدا يقول ان الاهلي يبقى بطلا ومعتادا على خوض المواجهات الكبيره من نوعيه لقاء بايرن ميونخ وانه بيثق في فريقه ثقه عمياء وبيؤمن بكل لاعب فيه بشكل كبير جدا جدا وعنده يعني ثقه شديده ان فريقه عنده اخطاء كما هو الحال مع البايرن ميونخ هم كمان عندهم اخطاء وهذه هي كره القدم في كل دول العالم. قال كمان خلينا هنا نضيف ان جميع أندية القارة الإفريقية بتتمنى ان تكون مكان الأهلي الآن وخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية امام بطل اوروبا زي ما قلنا واكيد كل لعيبة الأهلي كمان نفسها ان هي تلعب المباراة التاريخية دي وكلهم تركيز واللعيبة الكبيرة كمان بتتكلم مع اللعيبة الصغيرة وعارفين ان هم خلينا نقول مع على موعد مع التاريخ النهاردة وهنقدر كده بالإخلاص وهنقدر بالتعب وبالجهد المبذول والتركيز ان تكون يعني إن نتيجة بإذن الله مرضية لكل جماهير الأهلي إن شاء الله نقدر خلينا بس يبقى دايما عندنا أمل ودايما بندعم فريقنا مش بنصدر طاقة سلبية سواء لينا أو للفريق.